كيمستري يا عزيزي معايا رئيس كيمستري لاب بطرح بيك بكيان الدكتور موضوع قديم. وده شكله لو انتوا عايزين تعرفوا شكل ديموكريتس. هو طبعا كتر خيره يعني ان هو اول واحد ابتدى الاكل وما كانش موجود ديموكريتس ما كناش ممكن افكار كتير يعني هو اول واحد فتح قصه الاكل وكتر خيره طبعا. لما ترجع في الظروف دي اللي هي الديز تشارج فيو لاي فيل البوتنشال ديب تو بولز عن 10000 بول عند درجه حراره قليله بتلاقي ان الكاسول ريت بتطلع فهي ما بتعتمدش على الفاير بتاعت كل الماتيريال اللي معاك في الكاسول ريت لان الناس بتاعت البروتون والناس بتاعت الهيدرون كبيره جدا مقارنه بالماء بتاع الالكترون عشان كده اغلبيه الماس بتاعت الاتوم متركزه جوه النيوكليوس كده نكون نهيت الحلقه بتاعتنا والمحاضره بتاعتنا اتمنى يا رب ان تكون موعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله سلام.